إذا مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. المباشر اللي غادي نخصوه لمناقشة موضوع مهم نقدروا نعتبروه بأنه موضوع الساعة. هذا الموضوع اللي كيتعلق بالهجومات اللي ولات كتعرض لهم الأحياء والأزقة ديال المدن وديال الشوارع وديال الأحياء ديالنا في عامة التراب ديال المملكة المغربية، من بعد واحد المجموعات اللي كيتحسبوا على كيقولوا الناس بأنهم كيتحسبوا على مشجعين ديال فرق رياضية، يعني إلتراج، ناس كيكونوا جالسين في أمن وأمان في المنازل ديالهم، إذا بهم كيسمعوا واحد الصياح، كيسمعوا واحد الغوات، كيسمعوا واحد التكسير ديال الزجاج، كيطلعوا من النوافذ ديالهم ولا كيخرجوا كيلقاو واحد المجموعة ديال الأشخاص ملتمين مخبين الوجوه ديالهم، حاملين أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، حجارة، وكيهاجموا الحي وكيهرسوا الزجاج وكيكسروا حتى النوافذ ديال الناس اللي كيطلوا باش ما يصوروش. إذن هذه الظاهرة غزات المدن ديالنا، حتى شي بلاصه ما نجات منها. مؤخرا غير مني دخل هذا الشهر العظيم ديال شهر رمضان، شفنا اكثر من 10 ديال الحالات، 10 ديال الحوادث اللي وقعوا هنا بمدينه الدار البيضاء، بدرب السلطان، بالحي الحسني، بمنطقه الهراويين، بمنطقه مولاي رشيد، تعتقلوا عدد من هاد الناس اللي كيديروا هاد الشيء، ولكن الظاهره مازالت مستمره. في نظركم مشاهدينا الكرام، شنو هي الاسباب ديال هذه الظاهره؟ وشنو هو الحل للقضاء على هذه الظاهره اللي حقيقه ولا المواطن المغربي، واخا حنا الحمد لله كنعيشوا في بلاد الامن والامان، ولا المواطن المغربي كيحط السياره ديالو وكيطلع للدار وكيقول واش غادي ينزل لقاها عاديه ولا مهرسه من الجاج ديالها، وفي الصباح غادي نضطر انني نبات بعدا في الليل في كوميساريه باش نقيد الشكايه ديالي، وفي الصباح غادي نخليها ونمشي في سياره ديال الاجره ولا في حافله للعمل ديالي. في نظركم شكون كيتحمل هذه المسؤوليه؟ واش غير هذوك الشباب الطائش اللي كيقوم بهذا الشيء، ولا المجتمع المدني باكمله، لانهم كيأطش هاد الناس، الوالدين، خاص واحد النوع ديال الصرامه في التعامل مع هذا الشيء، خاص القضاء يكون صارم في العقوبة ديالو. في نظركم شنو الحل للقضاء على هاد الظاهرة؟ الاتصال بنا، رحنا درنا واحد الرقم، نتمنوا بأنكم تصلوا بنا على الرقم اللي كيظهر على الشاشة باش ناخدوا رأي ديالو، ونتمنوا حتى شي حد من هاد الناس اللي كيقوموا بهاد الشيء يكون فايت قام بهاد الشيء وتعتقل وندم أنه ينصح هاد الشباب اللي باقي طائش دابا، واللي باقي كيشوف بان راني نهز حجره ولا نهز سيف ولا نهز سلاح ابيض من الحجم الكبير ونهجم على واحد الحي ونهرس السيارات، كيشوف راسو بانه بطل. واش بالفعل راه بطل؟ اللي فايت دار هاد الشيء وتعتقل ودوز واحد الفتره ديال العقوبه السجنيه وخرج وتاب، هو اللي غادي يقول لهاد السيد واش بالفعل راه بطل ولا راه غير كيخوق. تسناو الاتصالات ديالكم. بالفعل الاعتداء على املاك الغير جريمه. قراوا الرسائل ديالكم ريتما يجي شي اتصال. إذن أول مكالمة
الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتي. مرحبا، اذا كان ممكن تقول لنا الاسم ديالك والمدينه منين كتصل. يوسف من قلادة. مرحبا بسي يوسف من قنيطره. وي عواش لكم بوك اخويا. الله يبارك فيك علينا وعليك. مشكل هاد اوتات، هاد محسوبين على اوتات، لان اوتات ما كيكونوش بهاد عقية، حيت عقية ديال اوتات هو عقية احترافية، يعني اتشجع فريق ديالك بدون شغب. هادو منحرفين، يعني ما ممكن تابعينش اوتات. يعني هاد الناس اللي كيديروا هادشي واحد المجموعة ما عندهم حتى شي علاقة بالإلتراس، ما مأطرينش. ما مقطعش، حيت اوتات عندهم كابو ديالهم هو كيأطرهم. و سميتو صراحة عيب، صراحة عيب، عيب كيديرو هادشي، كيديرو هادشي هاد المحسوبين هادو. ولا ياك، منحرفين، بلا ما نقولو محسوبين، نقولو منحرفين. هما ما بلا ما عندهم حتى شي ندخل، علاقه بالالتغاث، لان لا دابا هادو ماشي ملي كيقوموا بهذا التكسير وبهذا الشيء هي راه جريمه كامله الاركان. ملي كيقوموا بهذه الجريمه كيتحسبوا على الالتغاث. مزيان، ملي دخلتي انت كواحد من الالتغاث كتقول بان هذوك الناس ما عندهم حتى شي علاقه بكم، ما عندهم والالتغاث تع... كيأطروا الناس، يعني كيقولوا لهم هذا الشيء راه ماشي معقول، راه ما يدارش. ياك، لا ما يداش، ماشي معقول ان اتات بعيدين كل البعد عن ممارسات إجرامية. ماشي إجرامية صحيح، ان عيب على ان تاي الصغار فين هم الطبيعة، فين هم الاباء، فين هم الاباء، فين هم الاولياء. عمر دابا كنقول لك، اللي كنهضر معاك الوحدة دي، الوحدة ونص، وباقي بعد كيدور في الزناقي. فين هما الآباء؟ فين هما؟ متفق معك، للأسف فين هما؟ متفق معك. عشان عاش يجي واحد يجي ويقول لك، كيقول لك إيطات بحال هكا، كيحاربوا إيطات بحال هكا، حيت كيسقوا فيهم شي تهم بعيدين عنهم. متفق معك. يعني قد تكون هناك ساعات بين إيطات، وداك الشيء ممكن يكون داخل الملعب ماشي خارج الملعب. للأسف، للأسف الصراحة عيبوا على شي واقع في كازا ولا، حيت خاص إعادة النظر، وخاص إجراءات أمنية مشددة، لأن يعني أي واحد شد قضية ديال تكسير ديال السيارات والممتلكات عمومي خاصو يتحاكم عقوبات قاسية. يعني تقد نتمنوا يتحاكموا حتى ب10 سنين، باش يكونوا عبر المجرمين الآخرين، باش ما يعاودوش يدوا بحال أعمال إجرامية الصراحة. ولا كنت من ما يسقوش في إطار، صح ما يسقوش في إطار، إطار بعيدين على كل البعد على الشيء كاين واقع هذا الشيء ما عنده صح. حتى شي علاقة بالإلتراس انت في نظرك السي يوسف. هو هذا هو كاين صح، لأن أن هذيك الساعات بين إطار، اللي هما مثلا إطار ديال الرجل وإطار ديال الوداد، كيكونوا داخل الملعب، ما كيكونوش خارج الملعب. كيكون خارج الملعب يعني هذاك إجرام، مثلا في داخل الملعب هو كيكون كيكون شغب، هذا كيتسمى حيت داخل الملعب شغب، أما خارج الملعب كيكون جريمة، أجا جريمة، وجريمة معروفة يعاقب عليها عقابية، القانون. عقاب على القانون، خاص القانون يكون إجراءات مشددة بحال قلت لك، على الأقل بعد 10 سنين، باش يكون عبرة، وعبرة الشباب. لأن في هذا الآباء فينا هما، يجي في الآخر واحد داير صغير يدير مشكل، يمشي يحبس، تجي الأم ديالو بقا تربيعيه، عشان تربيعيه جديه، علاش تغبي متفق معك. عليه؟ ما فهمتش قبل ما تجي تطلبي عليه حدا باب الكوميساريه ولا باب السجن ولا باب المحكمه، طلبيه هو باش ما يديرش داك الشيء، وهضري معاه هو باش ما يديرش داك الشيء. ويلا تحدى الام ديالو ولا الاب ديالو ودار داك الشيء، تخليه يتربى. الا ما صاحبي. هذا قدرتيش، الا ما قدرتيش تربيه، خلي المخزن يربيه. هذا الشيء اللي كنعرفوا ملي كنا صغار، كيقول لك الوالدين اللي ما قدرناش نربيه راه المخزن كيربيه. بصح، كنا صغار حنايا، والله العظيم، والله العظيم استاذي ما كنقدو نسبو شي واحد، ما نقدوش نسبو كاع، باش نهزو الحجره ونهزو السيوف وداك الشيء، ما نقدوش نسبو كاع. اسم انك باش تسب ما تقدرش تخرج فمك، حيت معلمينا والدين انا ما يمكنش، خصك تحترم، احترام، احترام هو الاهم، احترام تحترم. اما ما تحترمتيش هذا هو انايا. دابا الناس ما بقاوش كيهضروا على الاحترام، الاحترام صافي ولا شي حاجه متجاوزه. دابا ولاو بنادم كيقول لك هي ما تقيش لي، هي ما تهرش لي طوموبيلتي، اما الاحترام هذاك ولا شي حاجه، يعني دابا ولا شي حاجه يعني صعيبه المنال باش بنادم يحترمك. لا، كيقول لك دابا هي على الله، هي ما تهرش لي اخويا طوموبيلتي، ما تحترمنيش. الناس دابا ولاو جالسين مع وليداتهم في الدار وكيسمعوا هضره خايبه وداك الشيء، كيقول لك ما عندنا ما نديروا، الله يهديهم. ولكن ملي كيوصل
لدرجة أن طوموبيلتك حاطها وكتخلص داك الحارس الليلي بواحد الواجب شهري من شهر الشهر باش يحضر لك طوموبيلتك من الشفار اللي يجيو يسرقوها. ما إذا بهم ما كيجيش هذاك الشفار، كيجي واحد 10 ولا 15 ديال الناس من التمين هازين سيوفه هازين حجر هازين عصي وكيهرسوا لك الطوموبيل ديالك الوقت اللي انت ما بينك وبينهم حتى شي عداوه، ما عندك بهم حتى شي مشكل، كتلقاه هو ما عندوش حتى شي حاجه، حتى شي علاقه كتربطوه لا بالرياضه لا بالكره لا بالارترات لا حتى حاجه، كيهرسوا له الطوموبيل ديالو وكيزيدوا. هذا هو المشكل صح. هذا هو المشكل. خاص الامن، خاص الامن صح. لا الامن، شوف الامن راه ما يمكنش غادي نحطوا كل زنقه غادي نحطوا فيها كوميساريه نديروا فيها كوميساري، راه خاص الوعي قبل من الامن، خاص الوعي قبل من الامن. على دابا منين كتوقع جريمه وسط المنزل حتى هي نحملوها للامن، راه ما يمكنش الامن غادي يدير كل شيء، راه خاص الوعي. راه هذاك السيد اللي غادي يتفقوا واحد 10 ولا 15 وينوضوا يمشيو يدخلوا لواحد الزنقه ويهرسوها، راه ما يمكنش، غير يعلموا الغيبة الا الله، راه ما يمكنش الامن غادي يبقى يعلم عليهم بانهم هما غاديين يهرسوا الطوموبيلات ولا من لا حيت قالها يدوسوا من حدا البوليس كاع وما غاديش يعرفوهم، لان كيكونوا عاديين راه ما كيتلتموا حتى كيوصلوا للحي اللي باغيين يديروا يكتكبوا فيه هذيك الجريمه، كيكونوا دايزين حداك عاديين. الناس كلهم كيقول لك هاد الناس منين دازوا واش ما شفتوهمش، راه ما يمكنش، راه كيدوزوا مفرقين وكيدوزوا عاديين، ويقدر يدوز من حداك يقول لك السلام الوالد لاباس كيداير بخير، وراه غادي يقوم بالعمل ديالو، غادي يقوم بالجريمه دي، ماشي عمل جريمه ديالو. يعني خاص الوعي. المشكل خاص يتجمعوا كل شيء، خاص يكون مقابلة أمنية طيب والتوعية، لأن متفق معك، مقابلة أمنية مع التوعية ممكن متفق أنا معك نصف بيناتهم وأنا وتكون ممكن وتكون نحاول حتى الصرامة، حتى الصرامة في التعاطي مع هذه القضية على مستوى المحاكم. يعني صح. المحاكم ما يكونش واحد، انا ماشي قاضي ماشي رجل قانون، ولكن خاص واحد النوع ديال الصرامه في التعامل على مستوى القضاء، لانك كتلقى مع ناس ديال الامن داكشي كيقول لك اخويا كنشدوهم كيمشيو للمحكمه كيدوز واحد السيمانه كتلقى معاه خارج. وهذا هو المشكل. انا عشان قلت كان خاص اجراءات امنيه مشدده، يعني مثلا على الاقل 10 سنين باش بنادم يخاف. يعني 10 سنين بنادم ما يقدرش يغامر بحياته على قبل، يشوف بنادم تحاكم ب 10 سنين ما يقدرش هو يهزها، حاجه ما يقدرش يهزها، حاجه ما يقدرش يهزها للاسف. هذيك حيمون رشيد صراحه ولا بؤره سوداء في كازا صراحه. خاص اجراءات. ماشي غير مولاي رشيد، ماشي غير مولاي رشيد، مؤخرا على قناة شوف تيفي راه قامت بالتغطية ديال هاد الظاهرة هادي، راه في عدة أحياء في درب السلطان، واحد الحي راه شوية راقي في المنطقة ديال الحي العساني وقعت فيه الهراويين الشطر الثالث، يعني ذاك الديار ديال واحد الشركة من ما نقول الاسم ديالها، راه الناس البلايص اللي وقعوا فيهم مؤخرا راه ماشي أحياء شعبية عادية، راه الناس ذاك الطبقة المتوسطة، يعني الناس اللي مزيانين اللي كنقولوا حنا راه فيهم موظفين وفيهم يعني ناس في الطبقة المتوسطة وقعات عندهم في الحي ديالهم. هذا هو المشكل الصحيح والله للأسف. في أسف كيحزوا في النفس، أنا كتشوف هاد المناظر بحال هكا الصراحة كيحزوا في النفس، وكنتمنى ما يحملوش المسؤولية الأوتات صح، لأن يعني الأوتات ما عندهمش حتى علاقة بهاد الأعمال الإجرامية. لأن الفرق بين الشغب والإجرام، الشغب كيكون وسط الملعب، أما الإجرام كيكون خارج الملعب. هذا هو اللي كاين، وكنحييكم على التغطية ديالكم وتحياتي. شكرا ونشوفكم سي بكرة. يوسف كنتي معنا من مدينة قنيطرة، شكرا الله يبارك فيك علينا وعليك. إذا كان معنا هذا المشاهد الكريم من مدينة قنيطرة يوسف، اللي قال بأن هاد الأعمال الإجرامية وهاد الناس اللي كيقوموا بهذا الشيء ما عندهم حتى شي علاقة بالإرتراج، هادو واحد المجموعة ديال الأشخاص كيتفقوا بعضياتهم على ارتكاب جريمة في واحد الحي وكينوضوا وكينفذوها. خاص المقاربة الأمنية، خاص الأمن يكون صارم، وخاص العدالة تكون صارمه، يعني الاحكام تكون شيف كيف كنقولوا قاسيه، ولكن تكون ماشي قاسيه، تكون رادعه لهذاك الشخص ولا الاشخاص اللي كيفكروا مره اخرى انهم يقوموا بمثل هذا الاعمال. نتسناو مكالمات اخرى، غير ما توصلوا بمكالمات اخرى نقراو رسائل ديالكم. سعيده او سعاد شفتهم اليوم، بغينا اخويا بعيني يا اخويا، عشنا الرعب بحال شي فيلم اكشن. يا كان ممكن تقولي لنا فين وقع هادشي اخت سعاد؟ الساسي مراد حرام عليهم، هذا رمضان هو هادشي كيوقع في رمضان ولا ماشي في رمضان؟ قبل من رمضان كاين، وفي رمضان ملي يدخل رمضان لاحظتوا بانه كثر، علاش الله اعلم. مهدي تيزي
تكلم على الجوهر، راه كاين تحريض بعض المنابر ربما. يجب شرف الرميلة، يجب أن تتخذ في حقهم عقوبات جذرية قاسية ليكونوا عبرة للغير. بالفعل إيمي فاب، إلا شد واحد غادي يجر صحابه. بالطبع سعيدة أو سعاد وقع في حي مولاي رشيد بالبيضاء، بالضبط المسيرة واحد. بالفعل هاد الشيء اللي كتكلمي عليه الأخت سعيدة، راه بالفعل كانت قناة شوف تي في قامت بالتغطية ديال هاد الحدث هاد العشية. والنظر أكثر من ذلك أن الناس اللي تعرضوا السيارات ديالهم للتكسير أنهم قاموا بإغلاق واحد الممر طرقي ريتما يدخل الناس ديال الأمن ويحاولوا يوقفوا دوك دوك الناس اللي تورطوا في هذه الأعمال. سعيدة وسعاد، وهذا الشيء حدا بين شفنا حدا بينه وشفت الرعب، وجات الصحافة والشرطة. بالفعل راه كانت قناة شوف تي في كانت حاضرة تما. حسن الخالدي، يجب تأطير هذه المجموعات قانونيا وتعريف وإشهار المؤسسين والقائمين عليها بالفعل لتحمل المسؤوليات. بالفعل نتفق معك السي حسن الخالدي. أمين ار اس، باش عرفتوهم الطاق اش كانوا لابسين؟ الناس كيقولوا ارطغرل، حنا ما كنجزموش بانهم ارطغرل ولا ماشي ارطغرل، حنا كنهضروا على الظاهره. في نظركم شنو الاسباب ديالها وكيفاش نقدروا نقضيو عليها؟ ادريس الرامي، هادوك راه مجرمين خاصهم الحبس. ديما كنتظروا المكالمات ديالكم على الرقم اللي كيظهر على شاشة قناة شوف تيفي. حسن الخالدي، ومادام الناس كيتهرسوا ليهم الزاج خاصهم يديروا تأمين الكلي للسيارة. وهذا ماشي حل السي حسن، واللي ما عندوش الإمكانيات باش يدير داك التأمين الكلي، علاش أنا غادي نشري سيارة وندير التأمين الكلي باش نخلي أنا واحد يجي يهرسها؟ لا، خاص هذاك السيد ما يجيش يهرس لي السيارة ديالي، ماشي انا ندير التامين. التامين نقدر نديرو ايه، ولكن ماشي ما تهرش لي السياره. على ما يعوضك التامين، وعلى ما يجي الخابئ ويشوف داك الشيء واش غيعوضك ولا ما يعوضكش، وشحال غيعوضك هذيك السياره غادي تبقى واقفه واحد يومين وثلاث ايام. كاين اللي كيخدم بها، كاين اللي كيمشي بها للخدمه، كاين اللي بيها كيهز السلعه ويديها يبيعها مثلا من بلاصه لبلاصه، وكيجيب طرف الخبز لوليداتو. كيفاش غادي يدير؟ ما يمكنش. كمال الستاري، خويا العلوي، هادو عصابات كيديروا فوضى. ايه ويلا كانوا عصابات وكيديروا فوضى، خاص العقاب كيف قال سي يوسف من القنيطرة يكون صارم. الأسباب قلة التربية، فينا هما هاد الوالدين؟ قالها ايمي فاب. امين ار اس، تحية لك اخي الصحفي على هاد البت، مرحبا سيدي. عبد الصمد، صمد هادوك البراهش ما كيحشموش، ما همينهم، ما كيهموهمش والديهم مهما كانت الأسباب. الساسي مراد قالك مهما كانت الأسباب العنف غير مبرر. بالفعل كنتفق معك الساسي، العنف غير مبرر، وخصوصا انك كتمارس هذا العنف تجاه واحد الشخص ولا اشخاص ما عندك بهم حتى شي علاقه، ما بينك وبينهم حتى شي مشكل، ما مادينك، ما دايرين لك حتى شي حاجه. سيد راكن السياره ديالو في الحي ديالو، طلع ينعس باش غدا في الصباح غادي ينوض يمشي لخدمته، كتجي كتهرس الطوموبيل ديالو، ما عندك به حتى شي علاقه. ومن هذا المنبر غادي نقول لهذوك الناس اللي كيديروا هذا الشيء، واش زعما ملي كتهرس هذوك الطوموبيلات وكترجع للدار واش كتنعس مرتاح؟ واش كتجلس مرتاح؟ ما شدوكش البوليس، ما شداتك الكاميرا، ما عرفك حتى واحد.
هي انت مع راساتك، واش ما كتفكرش بان هذيك الطوموبيل يقدر يحتاجها هذاك السيد هذيك الساعات باش يدي ولده ولا مرته ولا بنته للسبيطار؟ واش ما كتفكرش بان هذيك الطوموبيل غتقدر انت تقدر تحتاجها، تكون بينك وبينهم جوج دروبه ولا ثلاثه دروبه ويوقع لك شي حاجه، وتقدر يجي ويدقوا على داك السيد ويهز ديك الطوموبيل ويديك السبيطار وين يعتقك؟ حسن الخالدي قال لك المهمه الزجريه ديال القانون نافعه، خاص التأطير والتكوين ومناصب الشغل تتضاعف في الاحياء وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطه في حال بحال اوروبا ودوريات في كل الاحياء. متفق معك سعيده اسعد، سعيده او سعاد، الدائره ديالنا ديال حي الفلاح زيرو، ما داروا والو، ما شدوا حتى واحد لينا، الصحافه كتوصل الحدث قبل الشرطه، تخيلوا واحد الصحافي هرسوا ليه السياره ديالو، الوالدين ما بقاوش كيزيروا ولادهم. دريس رامي، ايمي فاب، الشرطه خاصها تحرك والقضاء يراجع راسو في الاحكام. كمال الستاري، حشومه الناس مساكن ازمين ماديا مع كورونا وهادو كيتكرفصوا على الدراوش. ونتمنوا هذه الرساله، هذه رساله معنويه، نتمنوا انها توصل لهذوك الناس اللي كينوضوا يهرسوا السيارات. بالفعل الناس راهم في ازمه، كورونا راه خلقت واحد الازمه عالميه اقتصاديه، والمغرب راه واحد دوله من بين دول العالم اللي حتى هي كتعاني اقتصاديا في هذه الازمه. يعني ما نزيدوش على الناس، الله يحسن العوان، راه الناس العدد كبير ديال الناس فاقدين المناصب ديال الشغل ديالهم، الناس جالسين. راه من بين هذوك السيارات تقدر تلقى واحد مثلا مسكين خدام في مقهى دابا هادي راه شهر ما غاديش يخدم. يعني بالفعل راه الناس ازمه، ما نزيدوش نكملوا عليهم بهاد الصبيانيه ديالنا وبهاد الجرائم اللي ما عندها حتى شي هدف والو، غير غادي نخرج نهرس الطوموبيلات ديال الناس، نتعدى على الناس، نجعز الناس، نخلق الفوضى، نخرج نخدم البوليس، نخدم القوات المساعده، نخدم الوقايه المدنيه، والو هكاك بيت ما كاين حتى شي هدف، ما كاين حتى شي نتيجه من غير انك ارتكبتي جريمه في حق واحد المجموعه ديال الناس اللي ما عندك بهم حتى شي علاقه. سعيده او سعاد، خاصهم يدخلوا ليهم دار بدار، واي واحد مشاك في الارتقاء يمشي للحبس. دابا الناس كيقول لك ماشي الارتقاط اللي كيقوموا بداك الشيء، هذا هو المشكل. حسن الخالدي كيقول لك حتى الادماج السجناء وتعطيهم للالتحاق بالمجتمع عنده دور كبير. سي حسن، اللي كنشوف انا هو ان هاد الناس اللي كيقوموا بهذا الشيء، هاد الشبان اللي كيقوموا بهذا الشيء، راه كاين واقيلا واحد مجموعه منهم باقي ما عمرهم شافوا الحبس، ما عمرهم دوزوا الحبس، الاكثريه ديالهم باقيين صغار. انا شفت فيديوهات ديال الكاميرات ديال المراقبه، راه الاكثريه ديالهم راه واقيلا قاصرين، راه ما كيتجاوزش 15 16 17 عام، غير مدفوعين. كتلقى وسط دوك الناس واحد ثلاثه ولا اربعه كبار، ولكن الاكثريه راهم باقيين قاصرين. ساسي مراد، تحبوا تغلبوهم لازم درب كامل يخرج مع بعضه في نفس الوقت. ما يمكنش راه هما كيكونوا مسلحين هازين اسلحه بيضاء، وكيكونوا حتى الوعي ديالهم ما كيكونش في كامل الوعي ديالو، على ما من بعد كيداول بان راه هذاك دار داك الشيء حكا كان مقرقب ولا كان واكل شي متعاطي شي مخدرات ولا حاجه، غادي تخرج انت على ما يخرج صاحبك ولا ما يخرج الاخر ولا الاخر تقدر تصاب. راه رجال الشرطه اللي عندهم اسلحه ناريه وكيهاجموهم ماشي مره ماشي جوج. اليوم دخلوا للديور وهرسوا لهم التلفازات والثلاجات، والناس سخفات وجاتهم ازمات لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايمي غابة قال لك نهار تشد نهار يتشد مو تخرج تبكي تقول لك ولدي مظلوم ما دار والو هو اللي كيصرف عليا. والله الله يهدي ما خلق باش ما يخليش هذيك الام توصل لهاد الحاله هذه.
سعيدة أو سعاد قال لك كل واحد كان هاز جوج سيوفة ماشي غير سيف واحد. منين غادي يكون واحد هاز جوج سيوفة وماشي في القوة ديالو في كامل القوة ديالو؟ كان كي غادي يديك تخرج تقاومه؟ راه كنقول لك الناس ديال الأمن ولا ديال الدرك اللي عندهم أسلحة نارية وكيقاوموهم بعض الخطرات وكيتعرضوا هما براسهم كيتعرضوا لاعتداءات وكيتصابوا إصابات خطيرة. إلياس الودادي، مرحبا بالسي إلياس الودادي اللي قال لي ديها فراسك. إذا كنت يا سي إلياس أنت من هاد الناس اللي كيقوموا بهادشي، مرحبا بك، اتصل بينا حنا نحاولوا النمرة ديالك، اتصل بينا برقم مجهول كاع أنكوني ونتصنتوا لك وناقشوا معاك إذا كنت أنت كدير هادشي علاش كديروا هادشي. حسن الخالدي قال لك حسب المرصد الدولي للإجرام ولا يتضاعف في المغرب راجع لعدة عوامل على رأسها. ما شفتش كاين واحد هادي الأسود للجرائم في المغرب بلا ما تدوي عليه. دريس رامي غلقى قوبي كتر في هاد البلاد والمخدرات بأشكال. إوا هادوك الناس اللي كيبيعو هاد القرقوبي ولا كيبيعو هاد المخدرات راه خصهم تا هما يتعاقبو، أكيد راه كيتعاقبو، كاينين فرق ديال محاربة المخدرات. انا كان اللي كنشوف راه كيخدموا 24 ساعه على 24 ساعه. حنا دابا كنتواجدوا في المنطقه ديال درب السلطان الفيدا، راه كاين واحد الفرقه ديال محاربه المخدرات هنا على راسها واحد ضابط شاب ما كيناش. الكل هنا كيحسب له 1000 حساب، واحد رئيس فرقه محاربه المخدرات كيدير اللي عليه، ولكن راه ضروري غادي تلقى هذاك، لان هذاك كيف كنقولوا داك البزناس داك التاجر ديال المخدرات ملي كيبغي يبيع راه ما حالش محلابه ولا حال الحانوت، راه كتشد اليوم واحد لاخر ودربهم كيقول لك هذاك مشى راه انا نبدا نبيع، كيمشي كيجيب الفانيد وكيبدا يبيع. والعباد الله، يعني حتى المواطن راه كيلعب دور، حتى المواطن راه ملي كتعرف عندكم بزناس في الدرب كيبيع الفانيد ولا كيبيع شي حاجه اللي كتهيج الناس وكتخليهم انهم يرتكبوا بحال هذا الشيء، وكتشوفهم بانهم كيجيو عنده كيتقدم عنده، خصك تبلغ عليه، ولا على الاقل حتى ما بغيتيش تبلغ عليه وكان عندك به شي علاقه ولا شي حاجه نمشي عنده نهضر معاه. انا يكون عندنا في الدرب نمشي نهضر معاه نقول له خويا يحبس يا كاين باش غادي نحبسك مباشره، يحبس حيد من هذا الشيء، يا كاينين طرق باش غادي تحبس. علاش غادي نخافوا منه نبقاو نقولوا لا البوليس ما داوش خدمته؟ واش مشيتي عند البوليس وقالوا لك لا يخليه يبيع؟ الا كاين شي واحد مشى عند البوليس وقال له هي خليه يبيع يقول لنا راه ما يمكنش، راه هذاك البزناس اللي كيبيع اللي كاين تاجر المخدرات اللي كيبيع راه كيبيع بتخبية، خصنا نبلغوا عليه. مرجو منك تخليني نصوني عليك. تفضل اخويا، راه هو التليفون حدا يديا، الا صونيتي غادي نجاوبك. خاص يكترو من الشرطة في البلاد. اييه بالفعل راه خاص كاين خصص كبير في الرجال ديال الامن. ملي كتدخل دائره كتلقى في واحد 6 ولا 7 الاشخاص غادي يتكلفوا بالجريمه وغادي يتكلفوا بزاف ديال الحوايج، بمحاربه المخدرات، بمضاربات هي ديال الجيران بعضياتهم، راه بزاف. يعني خاص الزياده في عدد ديال الشرطه، الناس ديال الشرطه. حسن الخالدي يجب إضافة مادة المواطنة في المقررات ديال المدرسة. بالفعل المواطنة هي تقول لي كاين تقول لي كاين وتحس بالناس وتتواصل مع الأمن. بالفعل متفق معك السي حسن. إيمي فاب لهادشي بزاف بزاف هادشي. حنا في درب السلطان اجي لهنا فين كان هاد التكسير والتخريب عتلقاهم باقيين، واخا الشرطة باقا حدانا طوقة والله حتى داك الصحفي مسكين هرسو ليه طوموبيلتو حتى سالاو ومن وراء الفطور. ايوا لا الصحفي الصحفي معرض لهادشي. حنا ملي كنخرجو نخدمو
كتعول على كل شيء، عول انك تقدر تمشي من تما للسبيطار، عول انك تقدر تشد انت معاهم، تقدر اي حاجه راك عول عليها، واي حاجه كتوقع استغفر الله. صحفي تنسد السياره ديالو، الخليفه على الله، كنظن بان اذا كان تابع المؤسسه نيت، مؤسسه اعلاميه ديال بصح، اكيد غادي يتعوض على ذوك الخسائر ديالو. انا ما كان ما عرفتش اش من الجريده هذه، انما كنهضر على قناه شوف تي في. الا تهرست ديك السياره وانت في هذا التدخل بحال هكا، راه ما كاينش نقاش انك غادي تعوض. سي مراد قال لك ربي يجعل هذا البلد امنا. وارزق أهله من الثمرات يا ربي آمين. إذا مازال كنتمناو أنكم تواصلوا معنا على الرقم اللي كيظهر على الشاشة ديال قناة شوف تي في، ونتناقشوا معنا في نظركم ما هي أسباب ظاهرة هجوم مجموعة ديال الأشخاص على الأحياء وتكسير زجاج السيارات والنوافذ والاعتداء على المواطنين، وشنو هو الحل للقضاء على هذه الظاهرة. هشام البيضاوي قال لك المشكل ماشي في البوليس، راه في القضاء، ما كايناش العقوبات. العقوبات كاينة، العقوبات كاينة، ولكن بزاف ديال العوامل كتدخل، ماشي غير العقوبات، غير كيف قلنا دوينا على المقاربة الأمنية ولا المقاربة ديال العقاب ولا لا، راه خاص فين هو الدور ديال الأحزاب هنا، فين هو التأطير؟ ولا كيبانوا هي تتقرب الانتخابات، تتبقى واحد 20 يوم انتخابات، عاد كيبانوا لك في الدروبه وكيفرقوا الاوراق، يوسخوا الاحياء بدوك الاوراق ديالهم وداك الشيء. فين هما الاحياء؟ فين هما الجمعيات المجتمع المدني اللي تا هما يدوروا على الديور ويوصيوهم اجي يا ولدي لا ما تمشيش لا ما ديش. كلشي كنا كنتحملوا المسؤوليه، الوالدين، المجتمع المدني، الاعلام، كل شيء كيتحمل المسؤوليه. حنا كنحاولوا ما امكن اننا نوصلوا واحد الرساله لهذوك الناس اللي كيتجمعوا وكيديروا واحد جروب ديال الواتساب وكيكتبوا فيه باننا مع 9 ديال الليل ولا 10 ديال الليل غادي نهجموا على الحي الفلان الفلاني، وغادي نديروا وغادي نخلعوهم وغادي نديروا. هذاك الشيء راه ما خدامش، هذاك الشيء راه ماشي قوه، ماشي بطوله، راه لا شيء من داك الشيء، راه حتى شي حاجه، راه كدير غير جريمه. الا تشديتي غادي تمشي للحبس، وغادي تبقى مقيده لك كوسخ طول حياتك، غادي تندم عليه منين تكبر. راه ما عندك، راه ما مستافد حتى شي حاجه، راه داك اللي كيقول لك يا الله نديرو نهجمو على الزنقه 16 ولا الزنقه 23 ولا وغادي نخلعوهم وداك الشيء، هذاك راه هي بغالك، راه هي كيتكرفص عليك، هي كيتعدى عليك. نهار غادي تكبر وغادي دير عقلك، غادي تقول يا ليتني ما تلاقيتش معاه ولا ما شفتوش كاع. اذا خاص بنادم يعرف شنو كيدير، الواعي هو اللي منين يسمع داك الشيء ما يمشيش. واحد الرقم واخا انكوني، نتمنوا انه يكون شي واحد من الاخوان اللي كيقوموا بهذا الشيء ويقول لنا علاش. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي، اذا كان ممكن واخا رقم انكوني ماشي مشكل، نستقبلوا المكالمه ديالك. اذا كان ممكن تقول لنا الاسم والمدينه. انا شاب مغربي 25 سنه، الاسم ديالي محمد. مرحبا سي محمد. مدينه مراكش. مرحبا. الله يحفظك ليا. شفتك انايا اول مره وتتحدث على واحد الموضوع اللي زوين بزاف. بارك الله فيك.
قلت لها بغيت نفهم يعني بغيت نعطي الرأي ديالي بالضبط. مرحبا. الاسم الكريم الله يحفظك، حيت أول مرة شفتك واش فهمتي؟ الاسم الكريم ديالي انا، أيه ودابا انت مازال ما قلتيش ديال الاسم الكريم ديالك وكتقول لي لا الاسم قلت لك الكريم. الاسم الكريم ديالي، قلت لك سميتي محمد. انا سميتي كريم العلوي، صحفي بقناة شوف تي في. مرحبا. الله يحفظك ليا مولاي مشرفي. مرحبا. دابا واحد الحاجة اللي بغيت نقولها نعطي الرأي ديالي، هي المسؤولية كنتحملها حنا كاملين، تفضل. المجتمع المدني، الدولة، كلشي كيتحملها. هاد الكورونا هادي الحمد لله بعدا منين جات بينات بزاف العيوب. أول حاجة خاصنا بعدا نراجعو حنا نفوسنا، يا لكن باش نراجعو نفوسنا هو بأنه كتر الجهل. هادوك الجمعيات وداك اللي تقول لك بأنهم تيحاربوا الأمية ويتكثروا في العلم وكذا، بينوا بأن هذيك الدراسة اللي كيديروا داك الشيء كله تضرب الزهر، لأن تخرجوا شباب اللي جهلاء ما تيعرفوا ما يديروا. الحاجة اللي مهمة هي كواحد ما بقى باغي يكون في ألفة البلاد هذه. والمشكلة شكون اللي كيباع؟ كيباع هذاك اللي تيبغي بلاده، اللي تيحب بلاده، واش فهمتي؟ اللي تيحب بلاده. المهم نعطيك، إلا بغاو يحاربوا هادشي كامل يحاولوا يتعلموا من كورونا، نستافدوا منها. أول حاجة التعليم، ثم التعليم، حيت التعليم تقدر تدمر بها أي دولة. نعطيك أنا واحد المثال بسيط. إذا دمرتي التعليم، إذا دمرتي الأستاذ. إلا دمرتي التعليم، وحنا باقيين شادين واحد الخوية صغيرة في هذاك التعليم، ولكن قريب غادي يتقطع التعليم. واش فهمتي؟ يتقطع هذاك الخيط التالت من الدولة. علاش؟ نعطيك أنا واحد المثال. قال واحد الأستاذ جامعي في جنوب أفريقيا، ياك، شنو حط الطلبة ديالو؟ حط لهم واحد المقولة في الباب الجامعة، شنو مكتوب فيها؟ قال لك تدمير أي أمة لا يحتاج إلى أسلحة، قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى، ولكن يحتاج إلى تخطيط نوعية التالي، والسماح للطلبة بالغش فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، طبيعي وتنهار الحال. البيوت على يد مهندس نجح بالغش، يضيع العقل على يد القاضي نجح بالغش، نجح بالغش. ويتفشى الجهل في العقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش. ياك اتفق معك. هذه المسألة الأولى، وكل شيء كيحمل المسؤولية، الآباء والأمهات ولا بنادم تيتزوج في ولد كيكبروا الأولاد تلقوا من الزنقة. ما بقى كل شيء واحد باغي يتحمل المسؤولية. الجمعيات المجتمع المدني كيديروا الجمعيات باش المصالح الشخصية ديالهم، باش تهربوا من الضرائب. عرفتي شحال من جمعية كاينة فين ما متفق درتي معك، في زنقة؟ فين ما متفق درتي معك. في زنقة؟ كتلقى جمعية الرياضة، جمعية هادي، جمعية، والله ما عندهم شي ذوق. عاوتاني اللي تقتلوني بالضحك أنايا واللي تنبكي قسما بالله إلا تنبكي مني تنسمع أنا بحالة الأمور. علاش؟ حيت أنا شاب مغرب عندي 25 سنة، أنا بغيت بلادي والله ما بغيت نهاجر قسما بالله، ما بغيت نهاجر، وكون بغيت نهاجر نمشي بالأفكار ديالي ونهاجر بيهم. اللي اتفق معك. كيبقى فيا الحال هي فات كورونا هادي، فات كورونا هادي الجمعيات ما خرجوش. تصور يجي الطوبيسات مثلا، الناس اللي كيطلعوا في الطوبيسه يوقفوا الجمعيات ويديروا حملات تحديديه ويديروا حملات توعيه ويعقموا البنادم ويديروا النوبه وكل واحد يطلع للطوبيس. هما لا، ما كاينش هاد الشيء، حتى واحد ما خدمش في الاول بعد. ودابا شنو تبينوا وقفه القفه، عرفتي هاد الايامات كلشي بارك على القفه. تيقول لك لا تعطيني السمكه، تيقول لك ما تعطينيش انت ولكن السمكه، علمني كيف اصطادها. علمني كيف اصطادها. قداش تعاون بنادم؟ قداش صاحبي تعاون بنادم؟ واش بغيت تدمر هاد البلاد؟ والبلاد زينه، وعندنا احسن مالك، واحسن مالك، ولكن الناس بدات تشفر. الناس ما بقاش باغا تخدم بلادها،
ولا الناس تمشي تخدم هي في التربيت ديالها، الناس تخدموا كاع في الشركه تمشيو يخدموا هي في التربيت، ولو تمشيو هي تلقوا الناس. ما كيشوف غير المصلحة الخاصة، ما كيشوفش المصلحة المصلحه العامة. الشخصي، ولكن ما تنساش واحد اخر عادي ولاد الاولاد، ومنين تولد انت ولادك كيفاش بغيتي هذوك الاولاد تعيشوا وانت ما درتيش لهم الساس، ما لقيتيش لهم الطريق للشوك. متفق معاك. وتصور معايا، تصور معايا شحال هادي هي صغري، غنجيو حنا ماشي بكري، نجيو هي صغري، كنت ندوز باقي صغير، شنو تنلقى العيالات تيخرجوا تيشطبوا باب ديورو، الرجال تيقادوا شي شجره اذا كانت حداهم وكذا، فبقى هذا الشيء. وحتى واحد صاحبي ما بقى باغي يخدم، وكثر الجرائم، والناس كتشكاو والناس، هادشي كامل شكون اللي داروا؟ داروا الجهله اصاحبي. متفق ولا معاك، متفق البلاد، معاك. البلاد في جميع البلدان، باش نهضر، انا ما نهضرش مثلا غير هكا، جات بنات مؤسسه تعليميه، وحنا عندنا مؤسسه تعليميه اللي زعما معترف بها، معطيك انا عيني شنو الاخطاء اللي تديروا لنا باش يخرجوا الناس الزباله، تكون عندك واحد الدوسي ياك. يكون عندك واحد الدوسي من يوم تدخل المدرسه ديالك الابتدائيه، هذاك الدوسي كيبقى مرافقك مدى المسيره حياتك الدراسيه الدراسية؟ ديالك. نعم. أيه، مدى المسيره الدراسيه ديالك. شنو توقع؟ توقع في واحد في الكوليج في الاعدادي واحد المدرسه، شنو تنقطع شي في واحد التلميذ طاقه تنقطع على الدراسه. إذا جيتي تشوف الاساتذه بلاص ما يعاونوا والحراسه العامه بلاص ما تعاون، ترجع هي الدوطي تلقى الاغلبيه كانوا تيقراو مزيان في الابتدائي، واش فهمتي؟ ومنين تطلعوا الكوليج شنو كيتعرضوا؟ اما الادمان المخدره، والادمان اتفق معاك. المخدره الكبار ديالو اللي نحملوا المسؤوليه ديالو، ماشي الدوله ما نحملهاش وحده، جمعيه الاباء ما هي دوركم؟ الدور ديالهم هي ياخذوا داك 600 دريال فراش في الاول ديال السنه الدراسيه. شنو الدور ديالو؟ جمعيه الاباء، سميتو هذاك الان كان تيقرا مزيان، ثاني حاجه اللي مهمه، يعرفوا بنادم بانه كان تيقرا ويشوفوا شنو المشكل اللي وقع له، ويرجعوا يحاولوا يرجعوا للمدرسه وبواحد الطريقه اللي ايجابيه ويفيدوا مزيان وكذا، ولكن هادشي ما كاين غير الهضره المدرسه، ما كاين المجتمع فاشل وين الهضره. عرفتي اليوم مشيت للمدينه القديمه، هي حي شعبي في مراكش، هادشي في مراكش، في مراكش هي، وخارج عرفتي شنو كنتسنى؟ شنو كنتسنى؟ تنتسنى واحد الخمسه كيتجمعوا بعضياتهم، عرفتي شكون المثال الاعلى ديالهم؟ واحد تيعاودوا على واحد الشنكار، واحد خينا ياك في وسط الحومه، قال لك كامل وشامات والله الا ضربوا وجبدوا وضربوا والله. هذا هو المشكل، هذا هو هذا دابا مشيتي، دابا مشيتي للعمق ديال المشكل، هو اننا ملي كنرجعوا واحد مجرم، واحد مشرمل، واحد مقطع، هو القدوه، صافي قول على داك المجموعه اللي كلهم كيشوفوا فيه قدوه، قول عليهم السلام مشاو. شوف الشيء هادشي كله كما قلت لك، اول حاجه الجهل، ثاني حاجه الناس ما بقاتش باغا تخدم، ورجعنا شعب مستهدف، ما كاينش البحث العلمي. شي اذا بغيتي تحل هذا المشكل، البحث العلمي ثم البحث العلمي، وقبل من البحث العلمي التعليم، التعليم اخويا، احنا المغرب صاحبي، المغرب صاحبي، التاريخ صاحبي، رجعي التاريخ في بلادنا، خاصك تكون رافع الراس صاحبي، عرفتي شنو هي؟ خاصك تكون رافع راسك. انا خدمت في بلادي بلا ما نقول لك المسار ديالي في القرايه والمسار ديالي كذا، انا عرفت تاريخ البلاد تمكيه صاحبي، تمكيه صاحبي الحاله اللي وصلنا لها، انا بديت تضرني خاطري بالفعل. متفق معك. انا عندي في هذه اللحظه اللي تنهضر معك، اقسم بالله عرفتي علاش نصوني عليك؟ اصلا بلانكوني خديت التليفون الوالده حيت عجبني الموضوع ديالك، وقلت لها راه جبت التليفون الوالده باش نصوني عليك ونقول لك هادشي. مرحبا بك اخويا، مرحبا بك. انا الحاجه اللي تتبقى فيا اقسم لك ديالي، لا عندنا البلد باش الا بغا يزدهر خاص يكونوا ثلاثه الحوايج، الامن والزراعه، الناس الفلاحه كلشي واكل يشبعان، والتعليم. حنا عندنا جوج،
احنا عندنا جوج، انا كان التعليم صاحبي ما تدخلش صاحبي، والاساتذه خارجين مؤخرا تيتباكا ويتاكا وكذا، ونهار كانوا مصوبين لهم التويه والوضع ديالهم، علاش صاحبي ما ديروش؟ حيت لاباس ديال التعليم ما هو الصغار صاحبي، ما هو الصغار، وعلاش ما تيديروش لهم انشطه ثقافيه؟ وتقول لك التنميه المستدامه، هو بان التعليم صاحبي طلع بنادم جيل صاحبي مبني على التنميه المستدامه مثلا، هذا هي طلع جيل صاحبي باغي يخدم، طلع جيل اللي يبحث لك صاحبي، ولا يمشي لك لاوروبا ويجيب لك الافكار ديالها صاحبي، من طبيعة الحال اللي يجيب لنا الأفكار ديال أوروبا، الحاجة اللي مزيانة ماشي الخايبة، ماشي داك ماشي تقليد الأعمى كيف كنقولوا، نعم، حاجه ماشي مزيانه نقلدهم في الحسانة ولا في سروال مقطع ولا في سروال طايح. كاينين حلول، وتصور معايا وتصور معايا والله الا خصنا نحمد الله ونشكره منين جات كورونا، كورونا فيها الايجابيات وفيها السلبيات، من طبيعة الحال حتى حاجة ما كتكون سلبية 100%، أكيد الله فيها يعطيك الإيجابيات. الصحه، السلبيات هما اللي الناس اللي توفوا ومساكن الله يرحمهم الله ويرضى يرحمهم، الله والله يرحمهم. يسهل عليهم، ولكن الايجابيات ديالها هي اللي بينات العيوبات صاحبي، طبيعة الحال. العيوبات صاحبي اللي بيناتهم، عرفتي شنو هي؟ ما كاينش شي قطع مهيكل صاحبي، في القانون احنا مؤسسه دستوريه صاحبي، عندنا قوانين صاحبي، ولكن في القطاعات اغلبيه ديالو، ماشي اغلبيه تقريبا كامله، واخا تشوفو مهيكل ولكن غير مهيكل بالطريقه الناس اللي كتعامل بها صاحبي، والقطاعات غير مهيكله، منين جات بينات العيوب ديالها، خاصنا مورا هاد الازمه هادي ان شاء الله منين يرفع من الله الوباء، خاصنا نديرو يد في يد نتمنى ان باش يكون خاطر رفع ديال البلاد. هذا الوباء في اقرب وقت. تفضل. نعم، نتمنى بان رفع ديال هذا الوباء يكون في اقرب وقت في ان شاء اقرب الله. وقت ان شاء الله، اشوف ان شاء ان الله. شاء الله ان شاء الله، ولكن الناس بغات العشوائيه، اي فاش نقول لك الناس شحال هذيك قدام كورونا تقول لك ما هو كلها طاس الخوت، الناس اللي تخدم لهم تيدير، هي جات كورونا، عرفتي كون جات كورونا حنايا في بلادنا، وكنا مثلا واخدين التكنولوجيا بطريقه مثلا بطريقه اللي زوينه اللي ايجابيه، كملوا حلو، كلشي خدام تلقى بخير وعلى خير، لقيتي كلشي مديكلاري يا صاحبي، واش تصور معايا طاكسي، وطاكسي طاكسي طاكسي يا عباد الله، الطاكسي يا عباد الله تا هو خدام غير عشوائي يا صاحبي، من طبيعة الحال. عشوائي يا ربي، خدام عشوائي، و2021 ما خدامينش بابليكاسيون، واش الهوندا، الهوندا، انا شنو نهضر لك على هوندا، قسما بالله يا خويا الا بغاو يردوا قطعه مهيكل في ظرف عام، ظرف عام تبان النتيجة، شنو هي ديزابليكاسيون ويديروا ابليكاسيون ويديروا واحد الطريفة اللي دي معقولة، واحد اللي معقولة، وكل واحد يديروا له التراجي ديالو وهو تقدم، دابا الناس شنو كدير؟ كل واحد تدبر على راسو، كل واحد يبغي يلاقو، تصور معايا انا مؤخرا مشيت كنبيع وتنشري، فهمتيني؟ كنبيع ونشري باش ناكل الوقت اليومي ديالي، شنو لقيت صاحبي؟ لقيت الناس صاحبي يتلعبوا على العرق ديالنا صاحبي، تصور معايا معمل بجوج دراهم، معمل بثلاثة دراهم، واحد تيخوض الواحد وواحد تيخوض، وتجي المواطن غالي، واش فهمتي؟ دونك يا صاحبي علاش ولاو عندنا الحوايج رخاص وكذا؟ علاش؟ حيت ولاو قطعة مهيكلة صاحبي، كلشي مديكلاري، كلشي بخير على خير، كلشي كيتخلص، ودايرين طريف لواحد، تتمشي تشري مثلا عيد جي، واحد كتلقاه 130 درهم، ناخذ 100 درهم، ناخذ 90 درهم، ومنين جاوات الحوايج ومنين جاي غادي انا شكون اللي تيديك هو المواطن الموظف اللي ما عرفش هاد القطاعات هادي ما عرفش والو فيهم، متفق معاك، خدموا بلادكم متفق معاك، هادشي كله كيديروا، الا بغينا نتغلبوا على هادشي كامل اللي كتقول ونوصلوا لهادشي اللي كتقول انت ونتغلبوا على هاد المشاكل اللي عندنا، خاص يكون عندنا اول حاجه كيف عندك انت، كيف حسيت بها عندك، هو الحب لهاد الوطن، هو الافتخار بالانتماء لهاد الوطن. انا ما نقولكش شنو تبقى فهمتي، ما بغيتش ندير الامور ديالي، انا خدمت لهاد البلاد صح، او واخا تشوفني باقي صغير وتنهضر معاك، والله الا خدمت البلاد قسما بالله، الا خدمت البلاد واخا تعبت واخا كذا، والله الا تنحلف بالله حتى خاصني نموت بلاد، وثاني حاجه لا بوحدي عند والدي وتنقول دابا تفقدت الوضعيه، ولكن فاش كتجي تشوف الواقع الحمد لله كتلقى
تدخل في الواقع صاحبي، تتلقى كل شيء صاحبي، التفاهة وكل شيء، كل شيء كاين نعم كاين. احنا نشوف تحت هذا صاحبي، عارفين الجمعيات دايرين اللايفات اليوم، الجمعيات دايرينهم في الفيسبوك وكذا، تسمع لك البطلات اليوم بوصرة كذا شنو داروا، تداو كفة وفرعين نحن الراك، وانت اللي داروا كفة وسط مليون وسمسات وقام عيش دايما. اسات الجهل، اسات عدم الوعي، اللي تخدم خدم هو كل واحد كون كان مطبق على القانون ديالو صاحبي، والله ما تكون عندنا شي ازمه. بطبيعة الحال كون كان كل واحد مطبق القانون ومحترم القانون ومحترم حرية الآخر، ما نطيحوش في الظاهرة بعدا ديال التكسير، وما نطيحوش في الظواهر كلهم اللي تكلمتي عليهم. وعرفتي شنو اللي خلى هاد الأمور هاد اللي وقعت في البلاد ديالنا؟ الخوف ديال الخوف مناش؟ من بعضياتنا، من بعضياتنا تنخافوا، واش فهمتيني؟ لا هذا فلان لا هذا، والحقد بيناتنا والقطاعات الغير مهيكلة، والقطاعات الغير مهيكلة والتعليم، وهاد القطاعات الغير مهيكلة والتعليم اللي خرج من الجهالة بطبيعة الحال هذيك الفقر. بطبيعة الحال ماشي غير الفقر، غادي يكتبوا يكتبوا ظواهر اخرى من غير الفقر. احنا ولينا كنشوفوهم، احنا ولينا كن 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 كيف كنقولوا كنحصدوا داكشي اللي زرعنا، داكشي اللي كاين. وتقول لك قبح الله الفقر، بطبيعة الحال حنايا مغاربة والبشر كلشي بحال بحال، كل الناس ولات كأسنا المص، بطبيعة الحال يدير يد في يد، ونوقفوا هذه الأزمة. والجمعيات إذا كانت شي جمعية من هذا المنبر ديال شوف تيفي، إذا كانت شي جمعية زعما كتحمل المسؤولية وباغا تخدم بلادها، من غدا خرجوا يجيت أو بساط على الأقل عقموا عباد الله وقلبوا لهم السخانة وستفوهم يدخلوا بواحد بواحد. أنا بلاص ما تبدا تقول لي حرب بعد الوباء، عاداش تجيب لي القفة أنايا؟ واش فهمتي القفوة اللي مكلفة سيدنا؟ الحمد لله في سيدنا، سير خذ بون وسير عند المقدم وهذا يعطيك القفوة إلا وصلات بك العذاب. ولكن باش تبداو تبان على بنادم بحال هكا وتبداو تكثروا لنا في الجهل وعدم الوعي، حسبي الله ونعم الوكيل، والله قدام الله تيتحملوا كل مسؤوليته. علاش كون اللي طاح في المشكل، اللي طاح في المشكل هو اللي تيحب بلاده، اللي باغي يخدم بلاده؟ اقسم لك بيدي الله كنا عايشين حنا 2001 2000 2000 شاب في نفس العمر، في نفس العمر كنا عايشين في واحد البلاصه، ومنين دوزنا واحد الشهور تقريبا، واحد 3 شهور وكذا، وفاش تعرفنا وكذا. وشي افكار يا خويا، والله شي افكار من دخلت اليوتيوب قلت ماري هذا يلا اكتشفها تخيمه، وصاحبي انا فكرت فيها منين تا صاحبي. وهي الافكار يحميونا الافكار ديالنا. المغاربه تبارك الله راه معروفين بانهم من الشعوب الذكيه في العالم. شعوب ذكيه. خاص اللي ياخذ بيديهم. بيديهم. انا بغيت نخرج اخويا في الصباح، ونفيق في الصباح اخويا، ونخرج ونشوف الطريطوارات مسبوقين والدنيا نقيه والناس كتقدر، بطبيعة الحال بطبيعة الحال. ونشوف اخويا تاعنا اللي سانديك مثلا، الناس دايرين جمعيات وكذا، مهدرين عزات وجاطيني ودايرين لهم القوانين، ها انت تهنيتي من جوج الناس هما خدامين عندك، ونشوف الناس خدامه في ليزابليكاسيون، وكبحال هذيك كبحال هذوك ديال اللي خرجوا ماتوك على الابليكاسيون، فكرني فيها الله يحفظك، ديال اللي كتفرق الماكله بلا ما نذكروا الاسم ديالها، عرفتو؟ بلا ما نذكروا الاسم، عرفتيها؟ بحال هذيك اخويا نخلوها غير الطلبه، نخلوها غير الطلبه مثلا اخويا، بانه الا باش نساعدو في الكرا وكذا، باش يساعد راسو. بنادم اللي صحيح اخويا، خاص اخويا الخدمه، خاص مقاولة، تشوف الشباب، ماشي تجي تاخذ الفكره وتمشي تخرجها على برا، لا، خدمه احنا في بلادنا، احنا بغينا نوليو بلاد صاحبي اللي ماشي مستهلك، بغينا نوليو بلاد منتجه صاحبي، منتج، وحنا واصلين، ها تنجوع، ماشي ما كنجوعش، هادشي علاش ما بينش اصاحبي، هادشي علاش ما بين، حيت واحد الطبقه اللي معينه، حيت باش تلقى راسك، باش تقلب على راسك، خاصك تبقى مقاتل ويلاه كتشد راسك، وما كتبقاش تعطي فيها. علاش؟ حيت انت عييتي، ديجا عييتي، كتقول وصافي انا خدمت، خاصني ندوز 8 سوايع ونخلي، حيت انا عييت. عندك الصح، بنادم اللي كيبدا يفكر غير في داك 8 سوايع فوقاش غتكمل، هذاك هو المشكل.
نعم ولكن الا جيتي وصلتي وصلتي بواحد الطريقه اللي دغيا ويكون عندك واحد لو سافوار. وثاني حاجه، حاجه وحده لواحد المؤسسه اللي بغيت نطلبها هي لا نطيك اخويا، لا نطيك تشوف اخويا بعين الشباب اخويا، تهل لهم الشباب، ماشي انت كتمشي عندهم صاحبي تيقول لك سير عمر عمر طاكسي توجي عندنا، باش تعمر السيت كتلقاهم ما مطبقينش كاع القوانين ديالهم، خاصك تعمر تتمل تتقرا الحاجه تقول صافي بلاد تعيب هذه قبلوا ما هذه قبلوا، واش فهمتي؟ يحمس الشباب بالجمعيات، الجمعيات بركه مكتفاها، بركه علينا من شدي وقطعني، بركه من هذاك الدبان، تلقى واحد تيدير لك اللايف، تلقى واحد تيدير اللايف مثلا تلقى بلا ما نذكروا الاسماء ديالو. باش بلا ما نعطيهم قيمة، تتلقى يديروا لايف وعرفتي شنو، تتلقى بنادم اللي تيسب اللي تيسب كتلقاهم هو اكرم دير لهم ابوني متفق معك متفق معك، تتلقى في اللايف اصاحبي 3000 واحد، وحنا اصاحبي بغينا نخدموا اصاحبي بغينا ماشي بغينا اصاحبي نخدموا حنايا بغينا ولادنا اصاحبي يخدموا، بطبيعة الحال ما رد تاعنا ندوز ولا واحد اخر على هذه القضيه ديال هذا ماشي موضوع ديالنا ديال دابا، ولكن على هذه القضيه اللي قلتي ديال الحفيق وديال الطريق، انا كنظن بان البيضاويين بعد الناس اللي عايشين هذه الايامات في الدار البيضاء خصهم يمشيو عند الطبيب النفساني باش يعالجهم على هذه الحفر اللي كاينين، يا ما بين حفره وحفره كاين حفره، وما بين اشغال واشغال كاينين اشغال، يعني راه مشكل كبير بعدا كنعيشوا حنا في مدينه الدار البيضاء، واخا هذا ماشي الموضوع ديالنا غير بين قوسين، ولكن لا الموضوع ديالنا عرفتي علاش؟ حيت الحياة ديالنا ولات مستريسية، الحياة ديالنا ولات تعيبة، الناس الصباح كتخرج كتلقى الدبان وتخطر الهضرة، قبل من المغرب بواحد الساعات المكانة كتولي مضاربة، الشعبية الأحياء الشعبية كتحول إلى حلبات ديال المصارعة. المصارعة علاش شكون دار هادشي؟ شكون دار صاحبي؟ داروا الناس المؤثرين اول حاجه حسبي الله ونعم الوكيل من المؤثرين اللي كنا حنا الشباب كنا المؤثرين هما السوشيال ميديا ومصورها والافلام المترجمه والى غير ذلك، شكون اللي دار عاوتاني؟ داروا الناس ما تحملوش مسؤوليه اللي الناس اللي داروا المصالح الشخصيه ديالو، والجمعيات في المغرب قاسما بالله العلي العظيم الناس كلهم متفق معك متفق معك، هما ما نعموش ما نعموش ماشي كلهم 100%، ولكن واحد النسبة كبيرة فيهم كيهضروا وكيمشيو وكيخدموا وكيتصوروا وكيعيطوا على الصحافة علاش؟ على المصالح الشخصية ديالهم. ولكن هما اللي داخلين علاش؟ حيت الجمعية شنو الهدف ديالها؟ الجمعية الهدف ديالها أول حاجة هي بنادم خاص يكون عندها التكافؤ الاجتماعي، كتعاون واحد الطبقة اللي تتكون مثلا فقيرة ولا عندها مشاكل أسرية ولا كتساعدهم أي ثاني حاجة، ثاني حاجة شنو هما؟ تتلقى جمعيات بحال ديال البيئة بحال هادي منين تشوف قيتو الدراري باقيين صغار عرفتي شناهي قيتهم يجيو يديروا لهم يدخلوا لهم داكشي لعقلهم، واش فهمتي؟ باش يكتب بنادم وتيعرف إلا حط الحجرة في الطريق مثلا دوز طوموبيله وتقدر تقيد هذيك الحجرة خاصنا نحيدوها مثلا سيركيلاسيون كذا في الطريق العاب نصبوا الطرقان وصبعوا في الطرقان وكذا، لا الحياة ديالنا مستريسية ما تزيدوش هو الجمعيات على الاقل يمشيو يقدوا حومتهم وهي حومتهم كتلقى جمعيات الحومه. نرجعوا للموضوع ديالنا اخويا السي محمد، نرجعوا للموضوع ديالنا هاد الجمعيات، هاد الجمعيات شنو خاصهم يديروا باش ياثروا ولا باش ياثروا على دوك الناس ولا باش ينصحوا دوك الناس اللي كيقوموا بالتكسير ديال اللي كيهجموا على الازقه ولا الدروبه ديالنا وكيهرسوا الازقه كيهرسوا السيارات وكيهرسوا النوافذ، في نظرك شنو الرساله اللي خاصهم يديروا؟ الرساله اللي خاصهم يديروا اول حاجه التحفيز ثم التحفيز،
ثاني حاجه اللي خاصهم يديروها اخويا هي يخرجوا على الاقل دابا في الاحلام في واحد الازمه ديال كورونا وباش ما تنتشرش وكذا، وهذه الناس في كل جمعيه واخا تكون في البيئه خاصها هي تخرج، يعقبوا الناس يقدوا الناس يستفون في سميتو، حيت خاصهم يعاونوا السلطه، ما يمكنش الدوله بوحدها تتكلم، خاصهم يخرجوا يعاونوا السلطه، يستفوا عباد الله، يمشوا اي حانوت بنت لهم عمره، يمشوا يديروا لهم التحديد ويعقموا الناس ويقلبوا الناس في الخانه ديالهم ويقلبوا لهم كذا. ثالث حاجه ما يبقاوش يعطوا هذيك القفه ويبداو يتطوروا فيها، يبداو يديروا خطط، عرفتي شنو هي خطه؟ كتشد مثلا كدير واحد البرنامج ديالك كتقول من هنا مثلا عام خاصني نتقوم من هنا على واحد خمسه الناس، ماشي معطيهم القفه مثلا، خاصني نخدمهم ندير لهم شي بروجي مثلا باش يكون عندهم واحد المردود شخصي، شي حاجه اللي هو يعيش بها راسو لراسو. وثاني حاجه كالدوله التعليم، بغينا حنا التعليم، عندنا الحمد لله حيت التعليم هو اللي تخرج منه الصحه، هو اللي تخرج منه القاضي. بطبيعة الحال عطيتك المقولة اللي قالها واحد الاستاذ في جنوب افريقيا، هذيك المقولة لا داعي للتفسير، هذيك من تفسيرها راسها. تفسيرها راسها بطبيعة الحال. التعليم باش يخرجوا للناس اللي كفر، باش يخرجوا الطب اللي كفر، بأنهم إلا دخل عندهم المريض خاصهم يشدوا فيه بنانو، يشدوا فيه بيتو باش يداوي، باش يعطوا له الروح، وماشي يجي ودوز سرديت، دوز عينة من دوز سرديت، عينة ما بغيناش نحرقوا اخويا، اقسم بالله ما بغينا نحرقوا، بغينا نبقاو في هاد البلاد اصاحبي، بغينا هادشي يتفادى اصاحبي، اساسي الكورونا جات اساسي، هادشي خاصهم يتكرر، هادشي خاصهم يتكرر، بنادم يخرج يضرب الحجر، حتى حنايا تيخرج لك بنادم مع هادشي تالي الاذان 8 تيخرجوا تسمع لك البراش غادي 15 تسمع لك. هذا هو المشكل، هما انهم باقيين قاصرين هذاك الشخص اللي كيأطاهم، هذاك اللي كيجمعهم هو اللي خصو زعما خصو يحسبهم خوتو، يحسبهم فعوض ما يقول لهم يلا نهرسوا واحد الدرب، يقول لهم يلا نقيو واحد الجرده، يلا نقيو واحد المقبره، يلا نديروا شي حاجه اللي تعود بالنفع على المجتمع. في الدول اللي تقدموا، حنا في المغرب الحمد لله غادي نتقدم، خاصنا هذاك الخيط اللي قرب يتقطع، خاصنا نعاودوا نمشيو ونبداو نديروا خيط 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 باش يولي قنبه، باش تشد هذاك القنبه من طبيعه الحال، من طبيعه الحال باش ما تقطعش كاع، ونعيشوا مزيان ونعيشوا بكرم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لا اي دوله يا خويا اللي تبغى تقدم لها الزراعه، احنا عندنا الزراعه والامن، الامن حتى هما ما مقصرينش، اشنو خصنا نتعلموا الصحه ونستخدم والابتكار العلمي، انا يمكن لك تبتكر الحوايج اللي باقل ثمن، ماشي خصنا واحد الميزانيه اللي عاديه، تركيا فاش بدات النهضه ديالها ماشي دخلت في واحد الميزانيه اللي عاليه، الشينوا براسها ما دخلتش في واحد، نعطيك انا غير مثال، نعطيك الفرق بين الدوله ديالنا والدوله اخرى، كاينه كوريا، هي كوريا، كوريا ضربتها واحد الازمه اقتصاديه، باباش الصندوق النقدي الدولي ياك، المجتمع ديالو كلهم عاشوا هذيك الازمه، خرجوا الدار ديالهم اللي عنده شي فلوس، كلشي تعب. يعني كاينو هنا كتبان بان المصلحه العامه على كتفضل في دول اخرين باش ينوضوا على المصلحه الشخصيه والمصلحه الخاصه، هنا كتبان. ومشاو وخلصوا صندوق النقد الدولي وصبحت الدوله متقدمه تكنولوجيا، نعم بطبيعه الحال، الى غيره. وحنا شنو خاصنا؟ المغرب شنو خاصو يقول؟ عرفتي قداش المغرب ما بقاتش لا هيك البشر بلا قضية ديدان إيمان صاحبي، ما عندناش الناس اللي كوفة، وقت اللي تخرجوا كوفة إلا مصالح شخصية صاحبي، راه بارك أنا ما تنشوفش راسي، أنا بغيت نخرج بغيت نلقاكم شي فرحان واحد النهار، أنا بغيت نخرج وبغيت وليداتي صاحبي ندوز، وبغيت وليداتي ما يعيشوش التنمر عند شي واحد. بطبيعة الحال كنا كنخافوا على وليداتنا، وكنا بغينا وليداتنا يعيشوا في واحد المجتمع نقي، في واحد المجتمع اخوي، ووليداتنا يخرجوا يمشيو الشارع، ما تكونش الاجرام، ما يكونش الاعتداء، ما يكونش الظلم، ما يكونش بزاف ديال الحوايج. دابا تصور معايا ولا الناس اللي تجأ على والتبكار، هذا هو المشكل شنو تنبقاو تلعبوا
بطبيعة الحال لا نخليوها تتقتل واحد 50% منا عاد نقولوا والله الا كاينه كيف قلتي تكون ولا ما تكونش نديروا احتياط. وكورونا ثبتت علميا وثبتت بالواضح بانها كاينه. شوف شوف العاده يخطينا تفيدنا في البلاد. امين امين. وبغينا اخويا بنادم يخدم، بغينا اخويا يخدم، بغينا الابتكار، بغينا الجهل ما يبقاش. هذا الوقت الناس اللي تحسس، الناس اللي تخرج تعاون، واش فهمتي؟ الناس على الاقل الناس يخرجوا بعدين قوي الدنيا، الناس تخرج دابا هي تعقد شي يعاون شي هكا. ما عندكش معقم، انا عندي جوج هكا، واحد ويبقى ليا واحد، نحاربوا بعد عيرات كورونا. ومنين تفوت، منين تفوت نديروا كاملين يد في يد ونشجعوا على الابتكار ونشجعوا على المقاوله تدخل بلادنا ونشجعوا الخدمه والافكار. بغينا الشباب يكون عندهم افكار ويتحموا لهم الافكار ديالهم، واش فهمتي؟ عرفتي عرفتي اقسم لك بيمين اي قطاع الا بغيتي تقدو دابا لا نقدروا نقادو قطع عام عامين. علاش؟ حيت عندنا مؤسسات وعندنا ماشي دوله جديده، واش فهمتي؟ عندنا دفع اي خاصنا هذيك الخويه كما قلت لك نكثروا فيها الخيوط. كل خيط متفق معك. التعليم كيلعب دور اساسي في بنايه جميع المجتمعات. التعليم كيلعب دور كبير. على الاقل بنادم كبير، هاد الجيل اللي طالع شويه اخويا، على الاقل في القرايه مثلا في المدرسه يعلموا الدري يدير الكافي مثلا، يخرج هو ينقي الساحه، يسيق القسم. هادشي والله الا درناه ملي كنا كنقراو، هادشي درناه وبقى ذكرى جميله عندنا. بالعكس درناه نقينا القسم، نقينا زرعنا سميتو في المدرسه، درنا الفلاحه، هادشي كلشي درناه، نقينا الجرده، نقينا هادشي وجدت بنادم لانه اتحاد بلدنا. ودابا تتم غادي تتقطر وشي سقوطو تحت براق الله، الناس كتجي تتقاد وما كاينش الاصلاحات جوج الاصلاحات، ديروا قوانين لان اللي تقاد الممتلكات العامه وكذا وهذه وهذه خاصها تتحاد، واش فهمتي؟ يديروا قوانين يقادوا الدعوه. القانون كاين خصو يتفعل. القانون كاين الحمد لله، حنا دوله مؤسسات ودوله قانون، وهي خصو يتفعل. كيستون تفعيل اذا فعلتيها. حنايا ودينا مجتمع داخل العشوائيه، حنا المجتمع بغينا هي العشوائيه. الناس فاش كانت قبل من كورونا عايشه بالعشوائيه. علاش تلقى دابا بنادم كلشي قادت وما دارتش لسته؟ علاش كلشي العشوائيه؟ وتصور معايا كون كان كلشي في البراق وكذا وهادي، وديك الساعه خرج طالب حقي خاصو يجيك حقك ضروري. ولكن انت باغي العشوائيه وخدام في العشوائيه وكلشي تكلخ. اقسم بالله الا كلشي وكلشي ما بقى باغي يخدم. الا تتلقى مثلا نعطيك المثال، تتلقى 10 الناس، يلا واحد اللي في هذاك المواطن اللي تيبغي يحب البلد ديالو. انا واحد اللي فاق وشتو هو اللي فرحني انا في حياتي، قلت بزاف ديال الناس. واحد السيد خرج لقيتو قلت كيغوت على هذوك الدراري الصغار، تيقول له لا ما تبقاش تبدا الشيء هذه يعذبك الله وهذه. واحد رو ريوتهم ويقول له واحد الدراري الصغار قال له عندك تم. وبقيت نشوف هذاك السيد ويتم غادي ويعاون واحد المول الكروطه عاونو قطعوا الشانطي، ومورا هو يمشي ويحيد الحجر من الشانطي. والله الا في الظرف هادشي تنقول لك دقيقه انا تنقول هكا وفرحت. لا غير الا بغيتي دير شي حاجه مزيانه لبلادك راه ماشي صعيبه. راه كيف قلتي هادشي، هانتي قلتي ثلاثه الحوايج داروا مزيانين في اقل من دقيقه. يعني راه خاص يكون عندك انت داك القلب الطيب ياك، وراه تقدر دير اي حاجه. راه ماشي ضروري تكون عندك الفلوس ولا تكون عندك باش تشري قفه تمشي تصور بها ولا، راه غير شي حاجه بسيطه راه دير مزيان.
كيف قلتي تحيد حجره، اماطه الاذى عن الطريق حتى هي حاجه مزيانه، راه مصيب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، راه اي حاجه تقدر ديرها لراسك. الله يعطيك الصحه. نقول لك انا واحد الحاجه باش تعرف الشباب المغربي بانه شاب يمكن له يصلح ويمكن له كذا. نعطيك انا مثال عادي اختي، انا عندي الافكار اقسم لك بالله اذا عندي افكار تنقيدو دائما في واحد الكتبيه وكذا، وهادي الشيء يطيحوا فيها المقاولات يطوروا بها زباله الفلوس، حتى ما ندير لا يطوروا بها زباله الفلوس، ولكن شنو كنتمنى؟ كنتمنى حمايه الافكار والابتكار العلمي يولي في بلادنا ان شاء الله. منين يولي في بلادنا وتخرج هذيك الفكره تكون العامه، تكون الجامع، واش فهمتيني؟ الهدف ديالك هو تكون انت كتصدق الله من واحد الخلطه مثلا، تكون الدوله مساعدك والناس مساعدين منك والجمعيات مثلا اللي تساعد على الابتكار العلمي باش ما نبقاش دوله مستهلكه، ياك؟ بطبيعه الحال تخرج الافكار ديالك، واش فهمتي؟ وهادشي كامل انا رساله واحده قاعده نقول لها. تفضل. احنا شباب ما بغيناش نهار، احنا شباب ما بغيناش العشوائي، احنا شباب بغينا نخدموا بلاد صافي بوان فينال. والله يسهل عليك اخويا وشكرا. شكرا 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 سي محمد من مدينه مراكش، شكرا على التدخل اللي غادي نقولوا بانه شامل، يعني هضرتي كمواطن، هضرتي كمغربي قح كتبغي بلادك، وجهتي واحد الرساله لخوتك المغاربه نتمنوا انهم يديروا بها، وجهتي واحد الرساله حتى للمسؤولين بانهم يتهلاو في التعليم لانه هو اساس التقدم ديال المجتمعات. تفضل. حيدوا لنا خويا، انا حاجه واحده اللي كنطلب من المسؤولين يتهلاو لنا كما قلت في التعليم، وحاجه واحده اللي حيدوا لنا خويا العشوائيه، وان جميع القطاعات يكونوا خويا يتقطعوا يتهيكلوا. القطاعات المهيكله هي اللي الغير مهيكله هي اللي دارت لنا الفقر. علاش؟ حيت الناس ما مديكلاريه، ما كاين الله في الناس لا والو، ما عندك باش تطلع. نعم. صافي بدات المهيكله، بغينا حنايا كلشي يكون عنده ورقه، كلشي مقاد، كلشي بخير وعلى خير، حيت بنادم ما تيمرض اخويا، بنادم لا تتوقع به شي حاجه في حياته باش ما يوقعش الفقر، باش ما يوقعش الجهل. حيت اذا كانوا هادو على متزلزله، واش فهمتي؟ الى وحده حيدتها من هادشي اللي قلت لك، لا عارف ما غادي تبدل القطاعات الغير مهيكله، ترجع القطاعات المهيكله، الناس اللي عندهم ليتابليسمون مثلا الشركات وكذا، بركه ما تجيبوا لي طاجيه تدمر عليهم وما تعلمهمش الحرفه باش ما تدخلوش الناس، تدخلوا الناس، دخلهم يخدموا، دخلهم ياكلوا طاس الخبز، حيت انتم كتطوروا فلوس خدموا الشعب، واش فهمتي؟ صافي نتفق معك. شكرا شكرا على المداخله الطيبه ديالك سي محمد من مدينه مراكش. وما بقيناش الحاجه وحده اللي بغيت نقولها، الله يرحم باكم، بلا ما تبقى تقولوا نخويو بلادي، عايله خوينا كاملين بلا تكون باغي يبقى من طبيعه الحال، من طبيعه الحال، من طبيعه بلادك، البلاد من طبيعه الحال هاي بلاديتي فيها ود البلاد، واخا توقع اللي وقعات والله الا تبقى بلادك من طبيعه الحال، من طبيعه الحال من طبيعه الحال، من طبيعه الحال. داروا مؤخرا والله يا خويا الا بكيت دابا والله ما كرهت تكون ما كنتش راسل والله حتى نبكي، وي اخويا راه الهضره ملي كتخرج من القلب راه من طبيعه الحال الجوارح كتاثر. والله اخويا خصوصا هذيك العجره اللي وقعت في الاخر اخويا ديال 20 واحد اللي انت الله يحسن العون، الله يحسن العون، الله يحسن العون، الله يهدي ما خلق. خلاصة ديال القول الله يهدي ما خلق. شنو قلت لك؟ هادشي اللي القطاعات الغير مهيكلة والجهل والفقر. من طبيعة الحال، من طبيعة الحال. الله يستر يا ربي امين، 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 يا ربي امين. شكرا خويا سي محمد من مدينة مراكش على المداخلة الطيبة ديالك وعلى الرسالة اللي بلغتي لهاد الناس. المهم كان الموضوع ديالنا اليوم هو الهجوم اللي كيتعرضوا له الاحياء والازقة، الهجوم هو اللي دخل في هادشي من طبيعة الحال، من طبيعة الحال هو هاد الهجوم وهاد الشيء هي ظاهرة من بين الظواهر اللي كيخلفها الجهل، وكيخلفها كتخلفها الأمية، وكتخلفها الانحطاط ديال التعليم كيف قلتي، الانحطاط التعليم والناس تحمل مسؤوليتها من طبيعة الحال، من طبيعة الحال، من طبيعة الحال، ربي يرحم، من طبيعة الحال كل واحد يتحمل مسؤوليته.
طبيعة ماشي الحال. انا مصافي جبت عليا الدعوه نخرج نبدا نرون ما نعم صافي هذا تكمش بحالك ربي سبحانه وتعالى يحن عنا ويحن على يا هذا ربي آمين، يا ربي بلاد آمين، شرفاء يا بلاد ربي شرفاء آمين، بلاد الكراكه وبلاد العلويه يا ربي آمين. والبلاد اللي فيها الملك امير المؤمنين شنو باقيين بخير الحمد خاصنا لله هي الحمد تطبق لله غير هادشي خاصها تطبق غير هادشي اللي قلت لك الحمد هادشي لله. تطبق والله يا خويا ما تشدنيش الدعوه هادشي غيقدر كله اللي قلتي يطبق غير بالحب ديالنا لهذا الوطن. الا كنا ايوه كنبغيو هذا الوطن وكنفضلوا المصلحه العامه على المصلحه الخاصه وعلى المصلحه الشخصيه، راه اكيد غادي نوصلوا لهادشي اللي قلتي. اذا شكرا خويا السي محمد من مدينه مراكش، كنت معنا مباشره على قناه شوف تي في ودخلتي في خصوص موضوع الهجوم اللي كتعرض له الازقه والاحياء ديالنا، ولا الاثار ما كيتم التكسير ديال عدد من السيارات والنوافذ، وكيتعرضوا مواطنين للاعتداء كيف قالت واحد السيده اللي كانت كتابعنا قبل قليل مباشره على قناه شوف تي في، الاسم ديالها سعيده او سعاد على الفيسبوك، واللي قالت بان اليوم في منطقه مولاي رشيد الناس راهم دخلوا عليهم حتى الديور ديالهم وغسلوا لهم الثلاجات وغسلوا لهم الاواني المنزليه ديالهم. واحد رجال الاعلام اللي حضر تم التكسير ديال السياره ديالو، يعني هذا الشيء ما بغيناش نبقاو نشوفوه. نتمنوا بان هذا المباشر اللي درناه على قناه شوف تي في يكون وصل لهاد الناس اللي كيديروا هذا الشيء انهم يحبسوا، يكون وصل للاباء ديالهم انهم يراقبوهم، يكون وصل للجمعيات ديال المجتمع المدني اللي في الاحياء انها تراقب هاد الناس، انها تاثر هاد الناس، انها تمشي عندهم وتهضر معاهم. وبطبيعه الحال نتمنوا بان اللي زار وما بغاش يحبس وما بغاش يتعاد من هاد البرامج ومن هاد الرسائل اللي كيوجهوا لهم خوتو المغاربه، كيقولوا لكم نعلو الشيطان، راه حنا خوت ما عندك لاش جيت هرس لي طوموبيلتي ولا جيت تعدى عليا، بغينا نشوفوا وليداتنا عايشين في امن وامان. الناس اللي ما بغاوش يسمعوا هادشي نتمنوا بان المصالح الامنيه تكون صارمه معاهم والعقوبات تكون رادعه معاهم. هذا اخر ما يمكننا اننا نقوله. إذن إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر. نتمنوا بأننا ما نبقيناش نشوفوا هذه الظاهرة في المدن المغربية ديالنا. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، شكرا على المتدخلين الأخ يوسف من مدينة قنيطرة والأخ سي محمد من مدينة مراكش، وكل الناس اللي تابعونا وكتبوا لنا الرسائل ديالهم وشاركوا معنا هذا البرنامج. شكرا على تتبعكم، دمتم في رعاية الله. كان معكم كريم العلوي من مدينة الدار البيضاء، إلى اللقاء.